بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إزيكم يا حبايبي؟ عاملين إيه؟ كل سنة وانتوا طيبين، وكل سنة وكل أم طيبة، وكل التحية والاحترام لكل أمهاتنا الغاليين. النهاردة هنعمل الديك الرومي ملك العزومات اللي بيشرفنا في كل المناسبات. هعمله النهاردة بطريقة سهلة وكمان بتتبيلة مميزة. بس قبل ما نبدأ ياريت لايك وشير وفعلوا الجرس، واللي ما اشتركش في قناتي يشترك. ويلا بينا. معايا ديك رومي 4 كيلو، غسلاه ومنضفاه ونقعاه ساعتين في المية والملح. معايا معلقة عسل نحل، ومعلقة كاتشب، ومعلقة دبس رمان، وكوباية عصير برتقال. أما البهارات فمعايا فلفل أسود، ونص معلقة ورق لورا وحبهان مطحونين، ومعلقة بصل بودر، ومعلقة ثوم بودر، وملح. هنحضر بولة وهنحط فيها عصير البرتقال والكاتشب ودبس الرمان، هنقلبهم كويس قوي. بعد كده هنضيف معلقة العسل، ونضيف بعد كده البهارات، ونقلبهم لغاية لما يختلط كل المكونات. هصفي نص الخليط بمصفى سلك، بعد كده هعبيه في حقنة خاصة بحقن اللحوم. احاول احقن الديك في كل اجزائه بخليط التوابل من بره ومن جوه، علشان عايزاه يتطعم بكل البهارات. هنحضر بولة ونحط فيها بصلتين مفرومين ناعم، واتنين طماطم مبشورين، وهحط عليهم باقي الخليط التتبيلة اللي ركناه على جنب، وملح وفلفل اسود. هقلبهم كويس قوي مع بعض، وهتبل بيهم الديك من جوه ومن بره، وهسيبه في التتبيلة دي لمدة 8 ساعات على الأقل في التلاجة. طلعت الديك الرومي بعد مرور 8 ساعات، ودلوقتي هحشيه ببصلة كبيرة مفرومة، وفلفلة حراقة مقطعاها صغير، واتنين طماطم مبشورة، وجزرة مبشورة، وكرفس متقطع صغير، ومعايا فلفل اسود، وحبهان ورق لورا مطحونين، وملح. هخلط كل المكونات مع بعض، البصل والفلفل الحراق والجزر والطماطم والبهارات والكرفس، وهنزل عليهم بمعلقتين زيت. هقلبهم كويس، بعد كده احشي بيهم الديك من جوه. الحشوة دي بتديله طعم روعة. بعد كده اكتف رجليه، وكده يبقى جاهز معايا. دلوقتي هجهز مجموعة الخضار. معايا بطاطس وكوسة وجزر مقطعهم شرايح، ومعايا طماطم مقطعاها برضو شرايح، وبصلتين مقطعهم جوليان، وملح وفلفل اسود. كل الخضار ده خلطته مع بعض، وضفت له عصير بصلة، وقلبته كويس. بعد كده هحط الخضار في الصينية. بعد كده هدهن الديك الرومي بمعلقتين كبار من الزبدة، ومعلقتين صلصة. هدهنه كويس من كل النواحي.
بعد كده هحطه فوق الخضار واغطيه بورق زبدة زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هقفل عليه كويس قوي بالفويل. هدخله الفرن على درجة حرارة 250 في الرف الوسطاني من غير شواية، وكل كيلو بياخد في السوى نص ساعة، فكده الديك بتاعي هياخد ساعتين في الفرن. بعد كده اشيل من عليه الفويل وهفتح عليه الشواية عشان يحمر، وده شكله بعد خروجه من الفرن. ايه رأيكم فيه؟ ما شاء الله شكله روعة، والخضار اهو مستوي وواخد طعم الديك الرومي. انا هقدمه على رز مبهر، وده شكله النهائي. يا رب يعجبكم، جربوه هتدعولي ومش هتندموا، واكتبولي رأيكم في التعليقات، وياريت ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس، واللي ما اشتركش في قناتي يشترك، وما تنسونيش أبدا في الدعاء.